تصدق بالله انه والله البيجي قائد السبسي بعثته العنايه الالهيه. برنامجنا الاقتصادي كان تصبروا شويه من هون الاسبوع تودخوا. والله العظيم ما تقبلوني، قلبي يبكي على الوضع اللي نحن فيه، قلبي يبكي. فهمتي علاش؟ توا كنت غادي اكل نساء قفة فارغة، واحدة منهم قالت لي احنا عندنا 3 شهور ما كلناش اللحم. مش معقولة. وفيما يخص البرنامج الاقتصادي لو عندنا واحذر عندنا 50 خبير ومعروفين الكل باش يجوا الخبراء اللي شاركوا فيه وعددهم 120 مش واحد مش اثنين. والاخر مره اللي في قفه 4 قرون فلفل قال لي بلفين منين باش يجيبهم؟ هذا واقع، واقع مر، واقع احنا مسؤولين عليه الكل، لكن الدوله 3 سنين التو الوضع هكا. العياذ بالله، العياذ بالله، العياذ بالله. قلوبهم ترشقت، اش مازال ما يتشكوش. فارغة الدنيا، فارغة، فارغة، إلى متى؟ باش تفهم، احنا والنهضة عندنا 2 مشاريع مختلفة. تودخوا. كيفاش نخدموا مع بعض؟ معناها هالقطوة نخصموا مع بعض؟ مش ممكن. يا ودي الانتخابات ترفضوا الحكم مع حركة ما نخدموا معاهم لان عندنا مشاريع سينو نولي محاصة حزبية كما عملوا الجميع ونخصموا القات مع بعضنا وانت تحطوا هنا وانت تضرب والي وانت تضرب معتمد وانت تضرب وزير. وزير التربية سيناجي جلول نتاعكم هذايا نتاعكم اي نتاعنا. اما سيناجي جلول مع احتراماتنا ليه اعطى طقوس الولاء والطاعة لحركة النهضة. تلاقى مع الشيخ، فطر مع الشيخ وتفاهموا. واضح جدا. واضح لن نقولها وهنا نقولها ونتحمل مسؤوليتي مع حركتنا.